يلا باي باي. في 25 من أيار 2014 غادر الرئيس ميشيل سليمان القصر الجمهوري في بعبدة، ومذ ذاك تربع فخامة الفراغ على كرسي الرئاسة الأولى للجمهورية اللبنانية. 362 يوماً والملف الرئاسي عالق في عنق الزجاجة لا يلوي على انفراج، تتآكله التجاذبات السياسية والتحديات بين فريق وآخر. 23 جلسة انتخاب فاشلة غاب فيها نصاب الثلثين وغرب التوافق على اسم الرئيس. اليوم وعلى مرمى 4 أيام من نهاية العام الأول تبدو الجهود والمساعي شبه منكفئة، تقتصر على الدعوات الشفوية فيما الحراك منعدم. الدستور بنصوصه كان واضح عندما جعل الموضوع الرئاسي قبل بشهرين دق أول جرس اللي هو 60 يوم، ودق جرس إنذار أخير هو قبل 10 أيام من انتهاء الولاية الدستورية. اليوم وصلنا إلى تخطي كل المهل، وصلنا إلى مرحلة وكأنه عم نستذكر الرئاسة في ذكراها الأولى في غيابها، كأنه في نوع من أكوتيمانس، في عرف معين تعودنا أن الرئاسة هي لزوم ما لا يلزم، وهذه انتكاسة دستورية وسياسية وميثاقية. هذا الاستحقاق الوطني الذي يقع حسمه على عاتق المسيحيين لا يزال العونيون والقواتيون كل من متراسه يصوب على الآخر متهماً إياه بالتعطيل لتبرير عجزه عن إنجاز هذا الاستحقاق. نحن شو طالبنا؟ نحن مصرين على أنه يكون رئيس، وخاصة صناعة لبنانية. مؤسف لك أنه قوى 8 أدار وتحت ضغط خارجي وبإعاز خارجي هي اللي عم تعطل الاستحقاق الرئاسي. ليه؟ لأنه هي بدها رئيس إما أنه يكون على زوقة مثل ما بدها، يعني كما حصل سابقا، أو أنه بدها تعطل الرئاسي. مؤسف. الاختزال عند المسيحيين أوصل إلى الفراغ، واللي عم يدعوا أنه الفراغ خطر يدركون تماما أنه حتى وجود رئيس جمهورية في ظل هذا النظام الذي لا يعطي لرئيس الجمهورية دور هو فراغ بحد ذاته. تعرفي مين عم بيعطل؟ اللي رشح سمير جعجع وعارفه انه ما بده اياه. في الحوار بيننا وبين العماد عون من له 6 شهور، يمكن ما توصلنا بعد لقصة انتخاب الرئيس، يمكن عم نحكي بغير مواضيع، بس انه لما طلعوا لعنا وطرحوا هالاستحقاق وكان جواباتنا واضحة وصريحة، نحن ما فينا اذا بدك نكون خارج الاتفاق الطائف، حلول اللي مطروحة بدها تكون دستورية ومن ضمن الطائف، والا غير هيك ما منكون عم نعمل رئيس. يعني نحن اليوم ما عم ننزل على المجلس مش لأنه في انتخاب نحن عم نعطله، لأنه بالأساس ما حدا بده انتخاب بالوقت الراهن. تتحسمي ليش في فراغ؟ في حرب سعودية إيرانية أمريكية روسية على الأرض، رح يقولوا لك أنت مين تنتخبي رئيس؟ مش فاضيين هلا. ما من نية حقيقية جادة ومسؤولة لانتخاب رئيس، هذا ما أظهرته الأيام 362. الشعب غائب عن المحاسبة بعدما يأس، والساسة منهمكون في تجاذباتهم ومصالحهم الخاصة، والنتيجة جسد من دون رأس والبلد ماشي. دارين دعبوس، قناة الجديد.